احبسيهم يا أميرة احبسيهم، عرفي مع الأشغال الشاقة. مدى الحياة يا خالي مدى الحياة، وكل ما خلصوا تعسير البيت بيرجعوا بيمسحوه من جديد. منيرة طالعي هون اخطي. مزلون مهانون رولا، هي مو رواية بلا رواية، وانا خطر ببالي كمان كنت عمته. حاسة حالي من عالم العديد. لا بسجن سانك سانك. ما سمعتي خال ماما شو قال لها؟ حبسيهم يا منيرة حبسيهم، عرفي مع الأشغال الشاقة. مدى الحياة يا خالي مدى الحياة، وكل ما خلصوا تعسير البيت بيرجعوا بيمسحوه من جديد. مثل صخرة شو اسمه اللي كان يرفع الصخرة وترجع تدحكة لتحت ويرجع يرفعها، شو اسمه؟ سيزيف، اسمه سيزيف، أخذناه درس الفلسفة. كله منك انت يا فيفي، كله منك انت وطاقيتك، يعني ما فيك تروحي على الخطبة بلا طاقية؟ لا ما بروح على الخطبة بلا الشابو، الفستان ما بيجي موديله غير مع الشابو، بدون شابو بيطلع كتير عادي. بعدين هو مين قال له يلحمق وينزل يجيب لي الشابو من على الكنابة بناية؟ لأنك تنحتي وعنتي على قولت ما بدي ما بروح على الخطبة بلا طاقية، ولأنه يا حرام المسكين بده يرضيكي. منيح اللي فكست الخطبة، أصلا أنا ما كان بدي انخطب، لسه بكير علي، ما بحب الدكاترة. ناس برا رايحة جاي نيالون. فاتينا واقفة على البلكون كأنها عم تستنى حدا، ما في غير بتطلع بالساعة. نيالا لابسة بنطلون رمادي وبلوزة صفرة. اي مو حلوين هدول اللونين مع بعض؟ مو حلوين؟ لا طالعين حلوين كتير عليها، خصوصي مع الطاقية اللي على راسها. مرشيني نيالا. عليا عليا تعي شوفي جارتنا امراني عم تطعمي القطة تبعك. نيالا يا الله شو ذنب القطة تودرها ماما لعند امراني؟ يلا يا بنات سلقت لكم حمص، صار وقت الاكل، يلا تعوا كلوا. خدي ام فادي وزعته كله وقمت لك هالفخر، قلت لازم تاكلي من بركته. وبعدين رحت انا وخالي على الشيخ محجين هيك قرونا مولت. والله ما في داعي تعذبي حالك، بعدين اكيد في ناس احق مني، يعني انت ذابحتي فدو عنك وعن بناتك ما حلو. ما بصير ام فادي ما بصير، هذا فدو ولازم تاكلي من بركته. بس هيك انا بدي الله يسامحني ويغفر لي ذنوبي. يا رب يا رب سامحني يا رب. ولسه هيك في مبلغ بسيط كنت قايمته نقوط لفيفي، هات لي حمى ان شاء الله، بدي اعطيه لاصحاب النصيب. طب ليه ما بتعطيه لجمعية خيرية؟ أكيد يا حرام بيكون في حواليهن عيلات مستورة هيك ومحتاجة، وهيك بيكون يا منيرة خانم ثوابك أكيد. معقولة يا أنفادي، فكرة معقولة، الله يجزيك الخير. خلصت يا ماما. ماما يا ماما 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 الله يخليكي جاي على بالي شرحة بس شرحة. هي طنجرة الحمص قدامك روحي كلي. لو قطع عندك كنتي تعويتي يا شقفة. صرنا ثلاث ايام عم ناكل حمص احمصنا. شو لساتك مجازيتيهم؟ معلوم ذنبهم كبير كبير كتير. يا سلام يا سلام على هالترباية. هداك اليوم على فكرة كنت باستقبال ام طلال بيت التنكجي، قمت شو قلت لهم؟ قلت لهم قديش انا شفت ترباية مثل ترباية منيرة خانم لبناتها، ما شفت ولا عيني رأت، الله وكيلكم. وحكيت لهم طريقي يعني قديشك انتي متأسرة بالحادث ولي على قلبي عليكي. وشو قالوا؟ قالوا هي خطيت اخواته لأبو العريس، مو طلع اكل ورثة اخواته البنات؟ ايه. قال الله قدر ولطف انه ما عطيتيهم بنتك، لانه الدكتور سامي طلع متجوز وحدة ألمانية وإله منها ولدين اثنين وما طلقها، بس كان بده وحدة بالشام ووحدة بألمانيا، لانه حضرتها الألمانية ما بتتحمل العيشة بالشام. عجبك بقى ماما؟ هذا ابو راضي
جايب معه 3 شحادي. شفتيه؟ طلعت بنفسي للجاده التامنه لحتى وصلها هنا. انقطع نفسي يا بنت اختي، وانا عم بتعرمش واظحط، اتعرمش واظحط لحتى وصلت لبيت وحده ارمله عندها 8 اولاد، جايبه كل ولد بجاده. ولما طلعت هيك فيي وشافت الخبزات قالت لي على القليل كنت جيب لك معهم شي كيلو جبنه. خلاص كسرتوا ايدكم وشحطوا عليها. ايه سجل عندك خالي كيلو جبنه ودي لها اياها. ما قالت لك جبنه بيضة ولا اشقوان؟ قالها في نفسها على الروكفورد، واذا ما لقينا روكفورد بتمشي حالي بجبنه بلغاريه. ايه خالي معلش خد لها جبنه بلغاريه، بس الا لا تغليها لانه بتفرط. واخذت 4 كيلو خبز كندي لمرت ناطور البنايه الثالثه جنب بيتي. مسكينه من اسبوع طرقت جوزها سياره ولحشته، وليك لهلا ملحوش بكريدور مستشفى الكسلان. ايه شو علي خالي انت بتمون، بس ليش ما اخذت لها يعني خبز صمون؟ اولادنا متعودين على الخبز الكندي بنت اختي، كل منطقه ولا مستواها. ايه خالي طبعا الحق معك. وزعت 20 ربطة خبز من تبعات الدوله نواحي نهر عيشه ودف الشوك. شوفي شو صار بصباطي من ورا الطرقات الوعره اللي طبصت فيها، انفتح تمه مثل السمكه اللقص. انا ناوي نزل مقال شرشح فيه البلديه. اشتكي على البلديه خالي معلش، بس يلا الك ثواب. لا تزعلي مني بنت اختي، بدك تدفعيني حق الصباط، انا مو مش اشي يعني مش عم يضيع ثوابك ومنضيفه للحساب. انا حساب خالي، انا عطيتك حق الخبز. مزبوط لك بنت اختي مزبوط، بس ما كنت حاسب حساب التاكسي اللي رح تدور فيها لحتى وزع الربطات. هلا يعني الي معك 2500 ليره بالتمام والكمال. الو ايوه انا الخدامه منيره خانم. لحظه ثواني منيره خانم، جمعيه الاحسان والمعروف بدنياكي.